أسعار الفائدة، هل الاقتصاد سوف يكون مرن أمام هذه التحديات؟ وما هي صورة القطاع العقاري في دولة الإمارات تحديدا؟ يسرني أن أستضيف الآن رئيس مجلس إدارة شركة دماق العقارية حسين سجواني. أهلا وسهلا بك سيد حسين. سيد حسين، ربما السؤال الأول، ما هي نظرتك للاقتصاد في دولة الإمارات في هذا العام؟ هل ممكن الارتفاعات الأخيرة اللي شفناها بأسعار الفائدة أن تباطؤ اقتصاد؟ فإذا لارا تسأل سؤال حيوي للسيد سجواني، هل رجع الصوت عن تأثيرات أسعار الفائدة على القطاع العقاري؟ لارا إذا عم تسمعينا، هل ممكن أن تطلبي من سيد سجواني أن يعيد الإجابة لأنه لم نستطع سماعكم؟ قطع شوي الصوت. لارا، هل الصوت واضح؟ نسمعك لارا. نعم اوكي سيد حسين، جوابك ما انسمع، بدي ارجع تعيد لنا اياه لو سمحت، حول نظرتك للاقتصاد الاماراتي لهذا العام. انا اعتقد اقتصاد الامارات جدا قوي وحيستمر لسنوات طويله، لان هناك اسعار بترول جيده، وحتى الاسعار بترول نزلت. الاستثمارات الاماراتيه في الخارج تتعدى التريليون دولار. دبي الحمد لله بنت بنيه تحتيه غير طبيعيه، من جميع دول العالم اليوم الناس تبغى تجي الى دبي، وبالذات كل ما تزيد مشاكل العالم، ومع الاسف قاعد تزيد، الناس يجون بالذات اوروبا، اسيا، افريقيا، الاتحاد السوفيتي السابق او السي اي ما يسمى. فالاقتصاد الامارات يعتقد جدا قوي، برأيناه بشكل واضح باقتصاد الامارات وخاصه بدبي. الطفره اللي شفناها بقطاع السياحه وقطاع العقارات، ارتفاعات غير مسبوقه باسعار العقارات، باسعار الاجار، بالرغم من ذلك انه عم نتحدث عن مستويات تضخم بحدود 5%. بدايه بدي رايك، هل بتتوقع هذا الزخم يلي شفناه بالعام 2022 بقطاع العقارات في دبي ان يستمر في العام الجاري؟ نعم هيستمر، لأن دبي اليوم أصبحت بعد دبي استفادت من الكوفيد بطريقة غير طبيعية. طبعا بنت بنية تحتية ممتازة، وإجا الكوفيد والناس إجت. أهم شيء صار أن في الكوفيد كانت الدراسة أونلاين، فعوائل كثيرة من أوروبا، عوائل كثيرة من أثرياء والطبقة الغنية إجت وسكنت دبي 6 أشهر، وبالتالي العوائل هذه الزوجة والأولاد رغبوا في الإقامة في دبي. فأنا أعرف مئات بالآلاف الأشخاص من أوروبا الغربية انتقلوا إلى دبي وقاعد ينتقلون أكثر وأكثر. هل بتشوف المزيد من الارتفاع في الأسعار؟ يعني بالعام الماضي شفنا ارتفاعات حتى وصلت إلى 50-60-70%، وخاصة في قطاع اللوكجري. هل بتشوف هذه الارتفاعات مستمرة في العام الجاري؟ قد لا تكون بنفس النسبة، لا قد ما تكون بنفس النسبة، بس الطلب يعني أقل من 10%. إيه والطلب موجود، أوكي؟ يعني ارتفاع حدد الطلب والعرض، أوكي؟ بس الطلب موجود. من أين سوف يأتي الطلب؟ من أين أتى الطلب من حيث الجنسيات في العام الماضي، ومن أين سوف يأتي برأيك في العام المقبل؟ يعني أوروبا الغربية، نحن مبيعاتنا من أوروبا الغربية تجاوز 25%، روسيا تقريبا 14%، الهند 16%، والصين ما بعنا شيء السنتين الماضيات. أتوقع الصين تبدأ الآن إذا رفعوا الكوفيد والريستريكشن على الكوفيد، وبعدين تدري من جهة مختلفة. دبي فيها 200 جنسية، أفريقيا، آسيا. تعرفت في مشاريعكم بكم ارتفعت بالمتوسط؟ أكيد بيفرق بين الفيلل وبين الشقق. بالفيلل ما ارتفعت كثير، تقريبا نقول سنجل ديجيت. المشاريع اللي على المي مثل أطلقنا مشروع الكنال، هي ما ارتفعت بس المشروع بدأ بسعر جيد، فتقدر على الكنال الأسعار طلعت دبل ديجيت. ماذا عن المشاريع التوسعية؟ أنتم متواجدين حاليا بلندن، بتورونتو، وماذا عن في مدن أخرى ما ذكرتها؟ ماذا عن التوسع أيضا؟ هل هناك خطط للتوسع في مدن جديدة؟ نحن قمنا بشراء قطعة أرض ممتازة وفريدة على في ميامي بيتش بجنب فندق الفور سيزن، ونحن كثير متأملين في المشروع هذا، وسنقوم بعمل شقق أفخم وأضخ وأحسن شقق في أمريكا الشمالية. يعني أنتم متفائلين بالسوق العقاري بالولايات المتحدة رغم ارتفاع الفائدة واللي كان عم بيأثر على الديماند وأسعار العقارات في الولايات المتحدة، صار له عدة أشهر عم تاخذ اتجاه نزولي؟ لا، نحن اكسايتد عن ميامي وبالذات في الهاي اند، لأن الشقق هذه على 20 و30 و40 مليون دولار الشقة، فهناك كثير من أثرياء نيويورك وبوسطن وكاليفورنيا قاعد ينتقلون إلى ميامي، وميامي مدينة مزدحمة وعلى البحر ما في بنايات جديدة، فهذه في 4-5 بنايات قاعد تنبني، فالعرض قليل والطلب كثير عليه. نظرة على لندن، لأنه لندن أداء أصعب من أداء
إذا أكيد بالنقل المباشر بيصير فيه شوية تقطيع بالصوت، نستطيع الآن أن نسمع سيد سجواني إجابته. هذا يكون صعب لمدة سنوات، بس قد تكون فرصة للشراء. نحن ننظر لندن اليوم فرصة للشراء، واللي عند اليوم كاش يشتري في لندن، ليش لا؟ نادين بس عذرا سيد حسين، في جوابات ما سمعتوها نادين، بس آخر سؤال بدكم يعني أرجع عيدا، كنا عم نحكي عن التوسع. إيه بس مما يخص بريطانيا رجعنا سمعنا إيه آخر، كان عم يحكي عن التوسع متفائل. نعم كان متفائل بميامي، عنده توسع بميامي، بيشوف فيها فرص لأنه في عدد من في ريلوكيشن عم بيصير من ميامي من ولايات أخرى. بس سؤال أخير بدي أسألك عن مشاريعكم بدبي تحديدا، هل يعني دائما السؤال هل الارتفاع بأسعار الفائدة سوف يؤثر على الطلب أم لا؟ هو عم نشوف أكثر الكاش بايرز هن اللي عم بيحركوا السوق، ما نسبة هؤلاء من مبيعاتكم؟ مجموعة كبيرة من الكاش بايرز، وبالذات كم النسبة؟ يعني 70% أم تقريبا، ونحن مركزين أكثر على اللكجري إند، وفي الهاي إند اللكجري إند هذول الناس عندهم لكودتي، وكثير منهم إند يوزر، فما يبغي ياخذ مورجيج، ما يبغي ياخذ من البنك، ما شاري شقة ب 15 مليون درهم للسكن. شو حجم مبيعاتكم في العام الماضي؟ كان رقم قياسي بنعرف، بس شو الحجم؟ والله أرقام كانت جيدة، أفضل بكثير من 2021 و20، ونتأمل إن شاء الله نستمر ب 23. هلا أنتم ما بطلتوا سجكة مدرجة، ما في أرقام ما فيكم ما تقولوها للجمهور. شكرا جزيلا لك حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة دماك. إذا نادين كما سمعتي سيد حسين جدا متفائل بالسوق العقاري في دبي في العام المقبل، ولو أنه يقول أنه الارتفاعات اللي شفناها